المهن التمثيلية تكشف سبب عدم التصريح بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. مهرجان أسوان ينقل التكريمات إلى حفل الافتتاح ودنيا سمير غانم تعتذر عن الحضور. دنيا سمير غانم تعتذر عن عدم حضور مهرجان أسوان لسينما المرأة. حالة دلال عبد العزيز غير مستقرة ودنيا سمير غانم تعتذر عن حضور مهرجان. إدوارد سمير غانم مدرسة كوميدية والسوشيال ميديا أصبحت مقززة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب دلال عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. المهنة التمثيلية تكشف سبب عدم التصريح بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. قالت الفنانة نهال عنبر والمسؤولة عن الملف الطبي لنقابة المهنة التمثيلية اليوم الثلاثاء أن الإعلامي رامي رضوان رفض الإدلاء بتصريحات عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز إلا من خلاله فقط، موضحة أنها لن تصرح عن معلومات عن حالتها الصحية بعد طلب أسرتها بذلك. وأضافت نهال في تصريحات للمصر اليوم: ما أقدرش أصرح بأي تصريحات عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، لأن هذا كان الطلب الإعلامي رامي رضوان بعدم التصريح عن حالتها الصحية إلا من خلاله فقط، إلا بعد طلب أسرتها، والطلب الوحيد فقط أن الجمهور يدعو لها أن الله يشفيها ويعافيها. وكان المطرب علي الألفي تساءل عن الحالة الصحية للفنان دلال عبد العزيز صباح اليوم على صفحتي على فيسبوك قائلا: حد يعرف أي أخبار عن مدام دلال عبد العزيز؟ حيث علق الصديق المقرب من العائلة الفنان عمرو وهبة على المنشور وكتب: صباح الفل يا علوة، مش بحب أتكلم باسم الأسرة وأقول الأخبار، بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر خالص. يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم والإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم طلبا متابعيهما بتكثيف الدعاء وختم القرآن للفنانة دلال عبد العزيز. وتواصل الفنانة دلال عبد العزيز العلاج من مضاعفات فيروس كورونا، إذ لا تزال تحتاج للأكسجين وتعاني نقصا منه. وتغيبت دلال عبد العزيز عن المشاركة في تشييع جثمان زوجها الفنان الكبير سمير غانم لتواجدها في العناية المركزة واستمرار حالتها الصحية السيئة. مهرجان أسوان ينقل التكريمات إلى حفل الافتتاح ودنيا سمير غانم تعتذر عن الحضور. يستعد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لإطلاق دورته الخامسة بعد غد الخميس في الهواء الطلق بأحد الفنادق المطلة على نيل مدينة أسوان وبحضور 300 فرد فقط، التزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الضيوف من التعرض للإصابة بفيروس كورونا. وشهدت اللحظات الأخيرة عددا من التغييرات المرتبطة بحفل الافتتاح الذي من المقرر أن تقدمه آية الغريانية ويخرجه هشام عطوة، حيث اضطرت إدارة المهرجان لنقل تكريم المخرجتين ساندرا نشأت والفلسطينية نجوى نجار من الختام إلى حفل الافتتاح لظروف خاصة، وكذلك بسبب رحلات الطيران. كما أبلغت الفنانة دنيا سمير غانم اعتذارها عن عدم الحضور لإدارة مهرجان أسوان، وذلك بسبب الظروف الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز والتي لا تزال تعاني من آثار إصابتها بفيروس كورونا. ورغم أن الحزن لا يزال يسيطر على دنيا منذ وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم، إلا أنها أبلغت المهرجان أن السبب الرئيسي للاعتذار هو عدم قدرتها على ترك والدتها في هذه الظروف الصحية، خاصة أنها في أمس الحاجة إلى وجودها جانبها طول الوقت، مؤكدة في الوقت نفسه أنها سترسل كلمة مصورة تعرض في حفل الافتتاح. ويكرم مهرجان أسوان في دورته الخامسة كل من الفنانة الفرنسية ماشا مريال والفنانة إلهام شهيدة وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البندارية. وكانت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أعلنت أخيرا عن قائمة الأفلام المشاركة بقائمة الأفلام الطويلة في الدورة الخامسة للمهرجان، والتي ستعقد في الفترة من 24 إلى 29 من يونيو الجارية، والتي يتنافس على جوائزها 12 فيلما من 16 دولة من بينها 4 أفلام تسجيلية وفيلم تحريك وفيلمين مصريين لمخرجتين في عرضهما العالمي الأول، هما الفيلم التسجيلي من وإلى مير سيناريو وإخراج ماجي مرجان والفيلم التسجيلي أحلام منسية سيناريو وإخراج مروة الشرقاوية. ويشارك في مسابقة الفيلم القصير 14 فيلما بينهما فيلمان من مصر هما لما كان البحر أزرق
في عرضه العالمي الأول إخراج عمرو السيوفي وبطولة هبة عبد الغني، وفيلم فراولة في عرضه العالمي الأول سيناريو وإخراج منال سعد. كما أعلنت إدارة المهرجان أيضا عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة برئاسة الفنانة القديرة صفية العمرية. أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير فتضم في عضويتها الممثلة المصرية هنا شيحة، والمخرجة اليونانية إيوانيا كروينا، والمخرج السوري روش عبد الفتاح. كما كشف المهرجان عن لجان تحكيم الجوائز الموازية، وهي جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أرو متوسطي من بين الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويلة، وترأسها المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، فيما تضم اللجنة في عضويتها الفنان شريف رمزي والإعلامية المغربية فاطمة النوالية رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والمخرج والمنتج شريف مندورة. وأعلن المهرجان أن لجنة تحكيم جائزة الفيلم المصرية تضم في عضويتها كل من الفنانة التونسية درة والفنان أحمد مجدي والمنتج هشام سليمان. واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها على مدار العام ويعرضها خلال الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة سلوى محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صف الدين محمود. دنيا سمرغانم لوالدتها دلال عبد العزيز، ربنا يقويك يا أمي. وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة إلى والديها الراحل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز. وقالت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حساب الرسمية على إنستغرام: ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي ويشفيك يا مامي يا حبيبتي وأويك أوي أوي. ودعت دنيا سمير غانم متابعيها بالدعاء بشفاء لكل المرضى والترحم على الموتى. يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم والإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم طلبا متابعيهما بتكثيف الدعاء وختم القرآن للفنانة دلال عبد العزيز. ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟ كشفت الفنانة إيمي سمير غانم في تصريحات صحفية خلال مغادرتها لقبر والدها عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز. وقالت إيمي إن والدتها ما زالت حالتها الصحية غير مستقرة، ولسه متعرفش خبر وفاة بابا، ولسه زي ما هي في المستشفى تعبانة والله، وإحنا قاعدين بيتين في المستشفى. وكانت إيمي قد سبق ونشرت عبر حسابها الخاص على تطبيق تبادل الصور إنستغرام. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات: ما هو سبب عدم إعلان حالة دلال عبد العزيز حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.